انا مهندسه ديكور واشتغلت جرافيك ديزاينر، استهواني التصوير قوي فاتجهت اكتر للتصوير وللرسم على القماش. كان والدي الله يرحمه بيصور كهاوي، هو بنك يعني موظف بنك، مدير عام بنك وكده، حب يعمل التصوير الابيض والاسود، كان بيستهويه قوي لانه كان في الخمسينات والستينات، كنا دايما في البيت يجدد لنا في الصور، فكانت على طول الواحد عينه واخده لانه يتفرج على حاجات جديده ومختلفه من البلد ومن لو يعني لوحات فنيه كان يحط لنا حاجات جميله كده. جت معايا بقى ان انا ابتديت احب التصوير، ابتدي كان وقت الكاميرا بالافلام، كنت ببوظ افلام كتيره، بس ابتديت بقى اتعلم واتدرب اكتر لحد ما جال ديجيتال افادني اكتر، انه الواحد بيشوف شايف اللي صوره، فبقيت اسافر، كل ما اسافر معايا كاميرتي اصور، كل ما اسافر معايا كاميرتي بصور. انما اشتغلت كجرافيك ديزاينر في مكاتب دعايه واعلان، وبعدين اشتغلت في الجامعه الامريكيه، وبعد كده اشتغلت في شركه انشاءات وهندسيه كمدير للقسم التسويق والمعارض بتاعتهم. وبعد كده بقى لقيت ان انا بعمل حاجات كتير، قلت لا انا عايزه اعمل حاجه لنفسي، فانا بقى لي 4 سنين واخده الجاليري ده، كان بقى هو ده كل شغل يعني دلوقتي والحمد لله. ساعات اصور الزهور، ساعات يبقى فتره يعني طبيعه، عموما الطبيعه عندي اكتر حاجه بحب اصورها، طبيعه البشر كتير اروح اصور، نفس الصنايعيه الحرفيين في مصر جمال قوي، الطبيعه في النخله في الورده في البحر في السماء، يعني كل فتره كده بيبقى عندي حاجه معينه او موضوع اقدر اصور فيه. حبيت كمان اني ما يبقاش صوري ان انا بس بحطها صوره لوحه جميله وتتعلق على الحيطه، حاولت انها تستخدم كديكور لان انا اساسا مهندسه ديكور، فتستخدم في الحياه اليوميه للناس، أو نجمل البيت نجمل حياتنا شويه باني ادي مثلا دول مجموعه صور للحيطه، بعد كده مجموعه كوسترات بعمل بيها الكوستر اللي هو الحامل للكوبايات عشان ما نبهدلش الدنيا، بعمل بيها فواصل للكتاب، بعمل بيها كروت للاشخاص، كروت شخصيه او كروت للمعايدات، للشنط بستخدمها كمان، يعني هنا عملت شنطه وبرده بالصوره التصوير اللي انا بصوره استخدمته في انه هو اللي يزين الشنطه، مغناطيس للتلاجة للأجانب لما بيجوا بيحبوا يبقى معهم تذكار من البلد من مصر، فصور عملتها للمغناطيس.